بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الكامل أحمد أيد حميد، رئيس جمعية التعليم العتيق بقبيلة تلوى جماعة كدي وعزيز دائرة ولاد بن رحيل إقليم تلوجنت. تبعنا جينا حنا كممثلي المجتمع المدني لاستقبال هذه القافلة التي أتتنا من مدينة الرباط العاصمة المملكة بالضبط تمارا. وهذه القافلة التي تمثل في عدد الأخوة الأخوات 36 فردا من طرف مؤسسة بسمة للتضامن الاجتماعية بالتنسيق مع جمعية مغاربة العالم. نحن هذا الشيء كفرحنا بزاف، ملي كيجيك واحد الانسان ضرب عدد الكيلومترات باش يوقف معك ولو ما يجيب والو في يديه، غير الا وقف معك. هذه مع هذا الزنزال مصاب الجلال اللي ضرب خوتنا المغاربه، راه تعطيك واحد انطباع، لان الشعب المغربي الحمد لله كيعطيك بان الشعب حي، الحمد لله حي. وكنشكروا جميع الاخوه والاخوات في هذا التضامن، هذا التآزر، لان الانسان ماشي واحد الانسان اللي جاي من عاصمه المملكه للجنوب هنا اقليم تلوجنت شحال ديال الكيلومترات، ماشي بحال الانسان اللي حداك، يعني كاين الفرق بزاف. وهذه الحمد لله الطبع معروف المغاربه ديالنا وراء ملك البلاد جلاله الملك محمد السادس نصره الله قائد الاعلى. احنا كنمشيو وراه الحمد لله في هذا التضامن كما جرى السابق في قضيه الريان وزيد وزيد، يعني التضامن ديما كيتحيا الحمد لله. اولا كنشكر مؤسسه البسمه بالتنسيق مع جمعيه بلا حدود، طلعوا علينا هنا، شاركوا معنا الاحزان ديالنا، جابوا لنا الحمد لله المساعدات، طلعوا لنا جابوا القافله الطبيه، دوزوا لعباد الله هنا، عطاوهم الدواء، وكنشكرهم جزيل الشكر. وكنشكر سميتو جميع الفئات، السلطة المحلية على رأسها القائد تافين قلت، على رأسها رجال الدرك الملكي سيد العامل ديال تارودانت، وكل كل 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 رجال السلطة كنشكرهم جزيل الشكر. نشكروا كذلك الجمعيات بلا حدود بتنسيق مع مؤسسة بسمة اللي جاوا من الرباط ومن تمارا، كنشكرهم على هذه الزياره وهذه القافله الطبيه اللي ضحايا هذه المنطقه هذه. الحمد لله هذه المنطقه ما كاينش ارواح، ولكن كاين خسائر ماديه، راه كاين منازل شقوا فيهم شقاق، يعني الناس ما بقاش كيدخلوا لديورهم، خايفين باقيين غير على برا. وكنشكر اولا سيدنا على الالتفات ديالو والخيام اللي غايجيبوا وشحال، وداك الدعم الملكي اللي الناس كاع ديال المنطقه راه فرحوا به وكيفرحوا به وكيشكروه بزاف نيابه عنهم. وكنشكروا بسم الله الرحمن الرحيم. باسم جمعية بيدغان لتنمية الاجتماعية والتضامن ونيابة على نساء هذه المنطقة، كنشكروا جمعية مغاربة بلا حدود أسوسياسيون ماروكان سون فرونتيير، كنشكروها على هذه البادرة الطيبة وهذه الالتفاتة الطيبة اللي دارت بحق هذه الساكنة ديال بيدغان، وهذه بادرة يعني كنشكركم بزاف، والنساء حتى هما راه فرحانين كذلك ومثال، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ضمن المساعدات الاجتماعية التي تلقتها هذه الدواوير وهذه المناطق التي تضررت بجراء هذا الزلزال المدمر، فمن المساعدات الاجتماعية التي فيها أغطية وأفرشة والأطعمة على اختلاف أنواعها، حجت إلى هذه المنطقة اليوم إلى دوار بيدغان جماعة سيدي وعزيز قيادة فينقول دائرة ولاد بن رحيل إقليم تلوجنت، حجت هذه القافلة الطبية الموفقة المباركة إن شاء الله قصد تقديم الأسعافات الأولية خاصة للشيوخ والأطفال الصغار والنساء كذلك الذين تضرروا بسبب الصدمة التي وقعت لهم بعدما سمعوا بمجموعة من الضحايا الذين من الموتى والجرحى الذين ماتوا
في جراء هذا الزلزال. استطعنا أن نصل كما قلت إلى هذه المناطق المتضرسة والمنسية والوعرة إلى غير ذلك، وأؤكد بأن هناك ضرورة للاستمرارية في هذه العطاءات وهذه المساعدات على طول برنامج إعادة الإعمار وإعادة الإسكان طبيعة الحال التي سوف تشرع فيه الدولة. ونظرا لما رأيناه من حاجيات ماسة وأساسية في هذه المنطقة، حاولنا أن نقوم ببرنامج مستقبلي. هذا البرنامج سوف يركز على حملات مستمرة طيلة هذه السنة كما قلت في مجموعة من الميادين، نركز على الميادين كما قلت الصحية والميادين الخاصة انشطوا بالحاجيات الأساسية للعيش، ثم كذلك بالجانب التربوي فلاحظنا بأن هناك مجموعة من المدارس التي أصيبت بشقوق، ووعدنا المنطقة بأن سوف نقوم بزيارات وبالتالي بمحاولة إصلاح هذا الأمر في حدود الإمكان، ثم كذلك زيارات في طبيعة الحال تربوية وزيارات إن شئتم تفقدية للمنطقة. السلام عليكم. دكتور راقب طريق، طبيب المستعجلات بمستشفى العيشة بتمارة. في إطار المساعدات المقدمة للدواوير المصابة بهذا الكارثة، انتقلنا إلى بعض دواوير مدينة تارودانت برفقة طاقم كيتكون من الطبيب ومجموعة من الممرضين ومساعدين طبيين، وكذلك بعض الأطر المساعدة التي قدمت مجموعة من المساعدات للساكنة. في إطار هذه الحملة الطبية استطعنا بإمكانيات البسيطة اللي انتقلنا بها أننا نكتشف مجموعة من الأمراض في البداية ديالها، خصوصا مرضي السكري ومرض الضغط، ارتفاع الضغط الدموي. كيف ما كنعرفوا هاد الامراض كتسبب مجموعه من المشاكل في الجسم، والحمد لله بتضافر الجهود ديال الطاقم اللي حضر لهاد الحمله استطعنا اكتشاف مرض السكري في البدايه ديالو عند مجموعه من الاشخاص، وقدمنا لهم الادويه في عين المكان، وكاين بعض الحالات اللي استطعنا اننا نوجهها للمستشفى الاقليمي باش يمكن لها انها تدير المتابعه ديالها عند الاطباء الاختصاصيين. في هذه المناسبه كنمنساش نترحموا على ضحايا الزلزال، وكذلك نتمنوا الشفاء العاجل للمصابين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.